بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في قناة أم دودي. لكنت أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد مع لايك إن أمكن، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة أم دودي 2. وصفتنا لها اليوم هي خبيزات على نوع البريوش، ملاح للفطور مع الصباح للولاد ولا بالغوتي مع الدخول المدرسي ان شاء الله. مقادير حبيباتي هي اولا، بسم الله، كاس حليب 240 مللتر، زوج ملاعق دافي، زوج ملاعق كبار خميره باردون حليب بودره. عندنا بيضتين، نحطوا بيضه والبياض والصفر نحتفظوا به للتلميع. عندنا ملعقه خل، ملعقه كبيره خل. عندي قليل من الفانيليا، عندي 100 غرام زبدة أو مارغرين، عندي كاس إلى ربع سكر، تقدري تحطي نص كاس حطي نص كاس، أنا زدت شوية سكر، الأطفال يعني يحبوا سكر البريوش يكون مسكر مليح. عندنا ملعقة كبيرة خميرة، هذه عندي تاع مع الفخاش، هذيك الاخت اللي تحب الفوريه هذيك دير ملعقه كبيره. ايضا عندي ملعقه ملح، انا الملح تاعي ما راحش نحطها كامل لاني الملح الزبده تاعي راهي مملحه. وعندنا اربع كيسان ونصف فرينه او دقيق. حبيبتي بالنسبه للمقاييس باه ما تخلطيش، راكي تشوفي انا هذاك حنا نستعمل غير مقاييس تاعي هذه. شوفي كيسان اللي يكونوا متوسطين، ما يكونش الكاس كبير بزاف وما يكونش صغير بزاف، يكون متوسط، وخدمي دائما به الوصفات تاع المعجنات. خاطش كون تهزي كاس صغير بزاف مثلا تاع التاي وتوزني به، بالنسبه للبيض والزبده والحليب طبعا راح يجيك المقادير راح تخلط والوصفه راح تخسري فيها. بس حكيت تهزي كاس متوسط، هذه الاخت اللي ما تعرفش الميزان تاع الكيسان عادة لما نشريهم ما نشوفوش فيهم المقياس قداه. مهم الكاس اللي تلقاه متوسط استعمليه دائما للحليب وللفارينة وللسكر. كما عندي هنايا قلنا كاس الى ربع سكر. نبدأ على بركة الله في تحضير الوصفة. حليب اولا، بسم الله، حليب ثاني، كما متعودين نحط قليل من السكر. انا اولا نحط الخميرة تاعي، نحط قليل من الفرينة حتى تتفاعل، نكمل الوصفة تاعي. هزي سباتولا خير، كما على بالكم الخميرة نقدرو نحطو فيها في المجمد، أنا نشري العلبة الكبيرة هذيك نحطها في المجمد، نقصها ونحطها في المجمد نحتاج كما نحتاج نجبد منها. الآن راح نكيل الكاس الأول، هذا الكاس الاول ما نكملوش، تبدا تتفاعل الخميره، نغطيها ونخليها تتفاعل ومن بعد نكمل الوصفه تاعي. بعد ما تفاعلت الخميره تاعي نكمل كمية السكر اللي بقات من البيضة، وهذه نحط البياض، الصفار نحتفظ به التلميع فيما بعد، نغلفها
الخل، فانيليا، قليل من الفانيليا، الملح لما نحط الفرينة مليح. كبير بدينا بكاس فرينة، هذا أول، ثاني، ثالث، قلنا أربع كيسان ونص، النص نخليه في الأخير إذا كان احتجناه ولا لا. الملح نحطها أسفل، نبدأ نخلط بيدي ونخلي حتى نكبش. بسم الله، شوف العجينة محتاجة فرينة، أكيد راح تحتاج شوية، مهم كل أخت والفرينة اللي متعودة تشريها. كما تعرفوا كاينة الفرينة اللي تشرب، كاينة الفرينة اللي متشربش سرائل. راح أزيد تطلق لما نحط الزبدة. الآن الزبدة يا حبيبتي تستعملي المارغرين، نخلوها مليح. شوفوا العجينة لما حطينا الزبدة ولا المارغرين إذا استلقت. حبيبتي اللي بغيوش جامي تقطعوهم، عجنوهم بالطريقة هذه، هزوا من تحت ودخلوا لداخل حتى الزبدة كامل ولا المارغرين تاعكم تدخل في العجينة. هذا التجرس سي لو بور كيفا وي، بصح الطريقة هي هكذا. من بعد انا نكمل هكذا، نكورها نغطيها ونخليها تخمر ان شاء الله الدوبل دو فوليوم، تضاعف الحجم تاعها، ونلتقي ان شاء الله في تحضير الخبزات تاعنا. بعد ما اختمرت العجينة تاعي حبيباتي، الان قاعدة ننزلها في الخمور تاعها ونقسمها الى قطع. لكن حابة ديريهم قطع كبيرة ولا صغيرة انتي ولا كما تحبي. نقسمها على اثنين. هنا الشوكولا عندي سوداء، وعندي شوكولا ولي، ولا اللي تحب شوكولا دي بيبيت وشوكولا، ولا اللي تحب المعجون، كل اخت والاختيار ليها. نطرح او نحربش، حربش نقول نحربش ربوش، نعمل حربوش. نبدا نقطع انا، راح نوزنهم الان. بعد ما وزنتهم تاعي درت في كل وحده درت فيها 100 غرام. انت حبيبتي عينك ميزانك، لكن حابه توزنيهم وزنيهم، لا مشي حابه لك الاختيار. انا الحين نخلوهم نكورهم بالطريقه هذه، نخليهم يرتاحوا. هذه العمليه حبيبتي قومي بها باه يجيك البريوش تاعك فايتين من الداخل. واحدة هكذا تمام، نخلي الجوانب كامل وحكمي الكرة تاعك، حاولي تقفلي مليح من تحت. أنا نكمل في العملية هذه، خليهم يرتاحوا 5 دقائق باه نبدا نخدم فيهم ونعمر فيهم بالشوكولا. حبيبتي الان بعد ما ارتاحوا ارتاحت العجينة تاعي، هزيت طابلات، هزيت وحدة. شوفوا هنا البلاطو، انا بديت سبقت محطة فيهم،
جاتني كبيرة كنحط هكذا حكمت لي كات هكذا وقسميهم احسن. خليها تذوب شوية ما تخرجهاش من الثلاجة وتقصيها ما تصرحش راح تفتت لك هكذا يجيبك شوية ناقصين. فوالا الان نحلوا العجينة تاعنا هذه فوالا هكذا نعطي لك وحدة ونكمل انايا ونخليهم يزيدوا يخمو مرة ثانية. هازو مثلا هذه اللي قصيناها حاجة مهمة هذا طرف تجيبوه لي لهنا هذا هكذا فوالا الان نلوي دايما تخدمي الجوانب تاعك باش تجي لا فينيسيون تجي باهيه. هادو نقفو مليح نبداو نخدمو شويه الجوانب تاع البريوش تاعنا ما يهمش هذاك اللي من تحت نعاود نصويها مليح. دايما خدمي بصبعك هادو الزوج هادو باش تركيهم تجيك بالشكل هذا. انا نكمل بالطريقه هذه نخليهم يخمروا ونلتقي في مرحله التزيين. كاين واحد راح نزينهم ولا ندير لهم ديكور واحد نخليهم عاديين نزيدهم نخليهم يخمروا مره ثانيه ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. بعد ما دهنتهم بصفار البيض حبيباتي زينتهم بالمقص حطيت الجيجانية اللي تحبي تحطي السكر حطي السكر. الفرن تاعي مسخن مده 10 دقائق على 180 درجه رايحين يطيبوا من 20 الى 25 دقيقه. اولا تحطي يطيبوا من تحت 20 دقيقه والخمس دقائق الاخيره شعلي لهم من فوق. نلتقي في صحن التقديم ان شاء الله. وصلنا الى نهاية وصفتنا نهار اليوم حبيباتي اللي كانت بريوش خفيف ولا النتيجة النهائية ما شاء الله جات كمية كبيرة تقدروا تديروه لوليداتكم باي فطرو ولا للغوتي. راح نفتحو ان شاء الله وحدة ونشوفو كيف جا من داخل. بسم الله شوفوا ما شاء الله عجينة كبار طرية كان اش رايك مريم؟ سيون جوري دو كوتو شوفوا شوفوا كيف جا مورق الطريقه اللي نعطي لكم كيفاه تخدموا اكيد الاولاد الطريقه هذه راح يحبوا. نتمنى الوصفة تاع نهار اليوم حبيباتي تكون عجبتكم جربوها لوليداتكم ونلتقي ان شاء الله في فيديو قادم. هذه وصفة اليوم اذا عجبتكم اعملوا لايك فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد الى وصفة جديدة ان شاء الله.